أهلا وسهلا بكم في قناتنا، قناة نجوم إكسترا لأخبار الفن والفنانين. أهلا وسهلا بكم في قناتنا قناة نجوم إكسترا، وموضوع جديد يطرح لأول مرة على اليوتيوب. نتعرف فيه على 9 نجوم أتراك يجبروك على البكاء معهم. لن تصدق من في المرتبة الأولى. لم يستخدموا دموعا زائفة عن طريق وضع مستحضرات الدموع أسفل العينين، ولم يضعوا رؤوسهم بين أيديهم والقيام بالضحك لدرجة البدء بالبكاء، ولم يقوموا بأي حيلة أخرى متعارف عليها بين نجوم الفن من أجل إبكاء الجماهير، ولكنهم فقط توحدوا مع الشخصية التي يقومون بتأديتها حتى تصبح مشاهد البكاء والحزن طبيعية نابعة من داخلهم دون الحاجة إلى التمثيل. فهم ببساطة ممثلون لا يمثلون، بل يقدمون واقعا. وأجرى الموقع التركي استطلاعا للرأي شارك فيه مئات الآلاف من الجماهير من أجل معرفة أكثر النجوم الأتراك قدرة على البكاء بشكل طبيعي في أعمالهم الفنية، وما يترتب عليه من إبكاء الجماهير تأثرا بهم. الممثل خالد أرجينيتش. المركز 9 والأخير حصده النجم التركي خالد أرجينيتش الشهير باسم السلطان سليمان. جوكان الكان. أما النجم التركي جوكان الكان بطل مسلسل نبضات قلب، فحصد المركز 8 ضمن النجوم الأتراك الأكثر قدرة على إبكاء الجماهير. الممثل شاتاي أولساي. المركز 7 من نصيب النجم شاتاي أولساي الشهير باسم أمير، والذي نذرف معه الدموع في كل مشهد باكي من مشاهده. أراس بولوت إنيملي. أما النجم التركي أراس بولوت إنيملي الشهير باسم الأمير بيازيد، فحصد المركز 6 دون منازع في المشاهير الأتراك القادرين على إبكاء الجماهير. الشهير بوراك أوزجيفيت. المركز 5 في نجوم الأتراك القادرين على إبكاء جماهيرهم كان من نصيب الوسيم بوراك أوزجيفيت الشهير باسم بالي بيك. مقطع فيديو للممثل بوراك أوزجيفيت عند تمثيله في مسلسل حب أعمى. الممثل كينان أوغلو.
ستدمع دون أن تشعر عندما تجد الوسيم الأسمر كينان أوغلو الشهير باسم إيزل يبكي على الشاشة، والذي لا يبذل جهدا أبدا في البكاء، فدموعه كأنها طبيعية في مشهد حياتي حزين، لذلك حصد المركز الرابع. ثالث النجوم الأتراك الأكثر قدرة على الإبكاء هو كيفانش الشهير باسم مهند، فلا يمكن رؤيته يبكي هو الآخر دون الانخراط في البكاء معه. الشهير الكار، الوسيم التركي الكار بطل مسلسل بويراز يقتنص المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي حول أكثر النجوم القادرين على إبكاء جماهيرهم، فعيون الكار عندما تبكي تجعلك تجهش بالبكاء دون أن تشعر. مقطع فيديو مؤثر للممثل إلكار يجعلك تجهش بالبكاء. الممثل إنجينا كيوريك، صدر النجم التركي إنجينا كيوريك الشهير باسم كريم أشهر الوجوه الباكية في الأعمال التركية بحسب استطلاعات رأي الجماهير الذين أشادوا بطبيعته وتلقائيته في البكاء، وكأنه يعيش هذا المشهد الدرامي المبكي في الواقع. إليكم هذا المقطع الصغير للممثل إنجين أكيوري. الممثل كيفانش، الممثل إنجين أكيوريك، الممثل بوراك أوزجيفيت، الممثل كينان أوغلو، الممثل شاتاي أولسوي، الممثل أراس بولوت إنيملي،